خرج من ولايه قفصه معتمديه من العرايس ومقاصدين باب ربي الى تونس. سيد الرئيس قيس سعيد، ما جينا للخطوه ذي كان تعبين، اولادنا تعبه وعائلاتنا تعبه، خاصه ام العرائس كافه ما ثمش تشغيل، ما ثمش شباب منحط، شباب معناها تعب ياسر، تعبنا ياسر، تعبنا ياسر. قاصدينك سيد الرئيس باش تشوف لنا حل، رانا مضطهدين مضطهدين مضطهدين. صحتوني، يقول لي راك مشكتوني سيد انا رحتو كلمة دور رئيس، يقول لي قتلك عزوز، عندها زوز بطالة وعندها طفل مطلق بزوز، ودور خلص المرح ولحظة في الحمام ولحظة في المشيط ولحظة في الضيافة وطايف الكسرة ماشي رأي شاول سلام صوخة قول لي وين كان ما قبلتنيش تيجي للحل عشان الرئيس قلت يا ربي هذاك بابا نسكن مشيت معاه قاصده بابا باش يعشيني ويستر لي خرامل يستر لي تعرف اسمع لي يستر يستر لي خرامل خرامل يستر تيقول لي هيك برا ولدك يخدم الحظيره زبيله صلح حشم القبال يعطيه زبل يخص بركة ولدي ويعيش هو مرته وتعيش بنتي المطلقه عندي وتعيش بنتي الاخر وبنتي الاخر ليه وليدي حن هاي بابا شوفوا حالتنا المعتمدة ذي والوالي شافوا دار شافوا حالتنا وانت نمشي وانت الشبة مال ساعتوني من تونس يعني نقعد هنا نمشي للرئيس يديني للحد تو فصل هذاك الحد نمشي مع ولد نركي قبل لي يا سيد الرئيس ويقطع رقد كي العسل كي العسل ودي اما يلزمني ما ولد راسك باش نعيش بين هذا الريق ما نوليش قصدتك باه يا خويا واحد يصحي اللي قاصده من باب دار يقول وارجع من نص الطريق ليه وليدي وتشبوا وتشبوا قال ابو عبيده هربنا من هون وما لقيناه من غاد جيناكم انتم صحتونا من نص الطريق وتنمشي وتشب قولي وين تنمشي لما تنمشي لما تنمشي غاد نمشي المعتمد اللي ياكل في الديار اللي تجيني الوالي اللي صحتك لما تنمشي